تفضل عرف نفسك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسم عادل عوض شحاته علي الغنام. تاريخ الميلاد 17/56 من مواليد المنصورة. الحبسة دي اعتقلت سنة كام يا شيخ عادل؟ اعتقلت أنا في 4/4/91 وخرجت في 23/3/2011. طبعا في الفترة دي حوالي بدون أي نزول لك أي اتهام؟ بدون أي اتهام ورقم تم اعتقال حوالي 20 سنة. طبعا في الفترة دي 20 سنة شفت فيها جميع أنواع التعذيب البدني والنفسي في السجون المصرية في عهد فرعون مصر مبارك. والمخلوع المجرم هو وزبنيته وعلى رأسهم حبيب العدل وكل وزراء الداخلية اللي أنا عاصرتهم، جميع أنواع التعذيب البدني والنفسي. فكان بيبدأ التعذيب في التحقيقات سواء في مبنى مباحث أمن دولة في لازوغلي في الدور الرابع أو في مبنى جهاز مباحث أمن دولة في مدينة نصر. التعذيب أولا في التحقيقات، العين هي العورة، بقيت الجسم بيبقى كله خالع ملط، والتعذيب عادة بيكون بجميع الايه، بيكون في الاماكن الحساسة، في على الشفايف وعلى حلمة الثدي وعلى طرف الذكر وعلى الضبر، وعلى ان في حاجة حديثة بيقوموا بيها ان هي السرير ويحط عليه سفنجة ويحط على مية بيكهربوا جميع الجسم كله. فبتبقى الضحية بتبقى لا لها حول ولا قوة في التحقيقات، اي كلام هم عايزين يملوه على الاخ فعادة بايه بيقول كل اللي هم عايزينه تحت وسائل الضغط والتعذيب. ده نوع من التعذيب ابتداء اولا في الايه، في الجهاز، في التحقيقات في اي مكان من مقر باحث امن الدوله سواء في الجهاز او في لازوغلي او في اي فرع من فروع باحث امن الدوله في مصر كلها. هذه وسائل التعذيب، او بيتعلق على الباب او بيتعلق زي الذبيحه، بيتحط له خشب بين ايه بين رجليه وتلف زي الضحيه على الايه على الخشبه. دي فتره التحقيقات بتبقى عاده هي الفتره الاولى. بعد ما يلبسوا الاخوه الاخ اي المعلومات اللي عندهم، فاصلا بعد كده بيروح للسجن. انت ممكن تقفل الحته دي؟